متعرف على حضرتك؟ انا محمد عبده، احد شباب الثوره، ونازل يوم 30. ليه نازل يوم 30/9؟ نازل يوم 30 عشان مفيش حاجه اتغيرت في البلد. لسه في قانون طوارئ، لسه في محكمه امن طوارئ، لسه في محاكم استثنائيه في البلد. مفيش تغيير، مفيش حريه، مفيش. الوضع الاقتصادي للبلد بينهار. في البورصه كل يوم بترجع، وملوش علاقه بالتظاهرات، ليه علاقه بالانفلات الامني اللي تقريبا شبه متعمد. نازل بردك عشان معترض ازاي الاحزاب السياسيه موافقه انها تخش الانتخابات في ظل قانون طوارئ. يعني انا عندي قانون طوارئ في البلد ما يسمحليش ان انا اعمل انتخابات فيها شفافيه، او ان انا ادعو للفكر الحزب اللي انا عايز انتمي ليه. في الوقت ذاته الاحزاب قايمه، وكل حزب خايف على حدوده، عايز يزود عدد الناس عنده، ونسوا خالص اهداف الثوره. انا بطالب الاحزاب ان هي توقف عملها للانتخابات او الانضمام لاحزابها لحين تنفيذ مطالب الثوره. في ثوره قامت لازم نحترمها، ولازم نحافظ على مطالب الثورة قبل ما نحافظ على طموحاتنا السياسية أو أطماعنا السياسية كأحزاب. بطالب المرشحين لرئاسة الجمهورية إن مفيش واحد فيهم دعا المليونية، مع إن أحداث كتير حصلت شباب الثورة هم اللي بيدعوا المليونية. أنا عندي كده أولى إن شباب الثورة يترشحوا لرئاسة الجمهورية، أولى من الرموز اللي رشحت نفسها لرئاسة الجمهورية. كل واحد عاوز يحافظ على حدوده. كل واحد بيطلع ببيان بيغازل فيه المجلس الاعلى للقوات المسلحه، واكن المجلس الاعلى للقوات المسلحه هو اللي هيعين رئيس الجمهوريه. عشان كده انا نازل يوم 30. شكرا.